اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى، ولسه مكملين معاكم حلقتنا من فابريكا. والفقره دي بنتكلم فيها عن حاجه هي اتجاه عالمي، هي اعاده التدوير. العالم كله النهارده بيسعى ورا اعاده التدوير. مخلفات كتيره جدا، او خلينا نقول مخلفات كتير جدا، بتكون موجوده عندنا في البيت، حاجات زجاجيه، حاجات بلاستيكيه، حاجات ورقيه، قماش قديم او ملابس قديمه بنتخلص منها. بنحط مشاكل اكتر على البيئه ان هي يعني بتقدر تتخلص من الحاجات دي. فبدل ما احنا نعمل كده، بقى يبقى في اتجاه عالمي من فتره وهو اعاده التدوير، ناخد الحاجه دي واعيد تشكيلها مره تانيه في حاجه اقدر استفيد منها. طيب ده بيحصل ازاي؟ ده بيحصل من خلال ان احنا نعرف مبادئ لاعاده التدوير ده ممكن نعمل ايه؟ ومن خلال المبادئ دي احنا نطلق العنان لافكارنا ونبتدي نفكر ونشوف دي قدامنا علبه معينه خلصناها وهنرميها، مش يعني بدل ما نتخلص منها طب ما نبص لها بصه كده، لو حطينا لها كذا وعملنا كذا وبطلناها كذا تدينا شكل ايه في الاخر؟ ففي الاخر هتدينا شكل جمالي نقدر نستفيد بيه في البيت ونقدر نحطه كقطعه جماليه او حاجه ممكن نقدر نستخدمها استخدام عملي. خلوني ارحب بالاستاذه انتصار العهداوي، مصممه مشغولات يدويه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه انتصار، انت منوراني النهارده. ده منور بيك. والشغل الجميل ده يا جماعه شغل استاذه انتصار، ولو رجعنا لاصول الشغل ده هنتفاجئ. خلينا نبتدي واحده واحده مع حضراتكم. شوف البوكس الجميل ده مثلا، شايفين البوكس ده قد ايه حاجه جميله جدا جدا جدا. ممكن كمان نقدر نخزن فيه حاجات، نحطه في اي مكان، اكسسوارات بقى، اي حاجه. اي حاجه اهو، اوراق، كل حاجه يعني متاحه. شايفين شكله تحفه، اتحط بس كده كقطعه جماليه. تمام، شايفين الجمال والحلاوه. طيب حد فيكم يقدر يتوقع ده كان ايه وبقى ايه دلوقتي؟ انا لما سالت استاذه انتصار الحقيقه يعني صعبت. ده كانت علبه بتاعت جزمه، اشتريت جزمه، طلعت الجزمه من العلبه واخدت العلبه ما رميتهاش، طلعت منها التحفه الفنيه دي اللي احنا شايفينها دي. عملتها ازاي؟ عملتها بعجينه ورق من بره، وبعد كده عملت الحاجات اللي هي البارزه دي. ايه عجينه الورق دي؟ يعني ايه عجينه ورق؟ هوريها لحضرتك دلوقتي. هنعملها دلوقتي؟ انت قلت لي في عجينه ورق وعجينه قماش. الحاجات البارزه دي ممكن خديها كده ودي لي بقى اشرحي لي عليها. يعني الرسومات البارزه ديت شمع. تمام. الشمع اللي هو مسدس الشمع، وعملت الاشكال دي. تمام. بعد كده جيت هنا رحت مقصه الدويريات ديت ومقلباها، وجبت منظر طبيعي كده في مجله ورحت لازقاه ومظبطه بقى ونشتغل. تمام. وعملتها من بره وجوه. ودي نفس الحكايه بس دي مختلفه شويه. يعني دي كلها قايمه عن الورق. دي برضه بتتفتح كده. انا بس عرضها الاول دي بقى بتاع المجوهرات بقى الشكمجيه بتاعت زمان دي. باين يا جماعه، انا بحاول اجيب لكم كل التفاصيل اهي. برضه دي كانت علبه بتاعت فيعني شايفين فيلم بتاعت احفادي بقى، فباخدها استغلها. مقاس صغير يعني كده. حتى مهتمه بالقاعده بتاعت، ما سابتش حته فيها ما جملتهاش وعملت فيها شكل جميل. برضه غلفتها. عملتها ازاي؟ دي غلفتها من جوه وبره بعجينه الورق. تمام. والحاجات الرسومات اللي هي دي برضه ورق قصيته. دي ورق ولفيته كده بقلم، بانبوبه قلم، وعملت الاشكال بتاعته دي ودهنتها، يعني مش متعبه. ودهنتها بقى الالوان اللي تناسبنا، يعني كل واحده بتدهن الالوان اللي بتناسبها. تمام. طيب دي بقى ايه؟ يعني علب شفنا قدرنا نوصلها لفين. في بقى يعني خليهم هم بقى، دول سهل هيتجابوا. يعني عندنا بقى ازازه خل خلصت، ولا ازازه زيت زيتون مثلا، ولا ازازه حاجه زي كده، برطمان بتاع مثلا مربى، او برطمانات المخلل، او ايا كانت البرطمانات اللي بنجيبها بيكون فيها حاجه وخلصت. طلع من ده فانوس رمضان. فانوس رمضان ده اتعمل من برطمان. صح كده؟ القاعده بتاعته ورق، ومن هنا برضه ورق على بلاستيك. وحاطه له اضاءه وفي شغل وبتاع، ممكن تشغليه على فكره واشرحي لنا عليه. اللزقه دي في الغطا. وبعدين بتحطها كده. حاجه اهو شغل رمضان، صوت واضاءه صوت وكل حاجه. برطمان، خد الغطا البرطمان عملت له عامله منه اشكال كتير احسن
اتسحب الكلام على الفكره نفسها، بدل ما انا اخد ده ارميه واتخلص منه. لا بنستخدمه او يتكسر، حتى انا معلمه برضو احفادي ان هم كل حاجه يستغلوها، مفيش حاجه تترمي. ممتاز كده. طيب خلينا بقى نشوف النهارده ايه عجينه الورق دي. هي عجينه الورق، بص هي المناديل اللي هي العاديه بتاعتنا دي، المناديل الورقيه ديت بنقوم جايبينها مقطعينها برضو بايدنا كده ومكرمشها، وممكن ان احنا نعجنها بغيرها ونعمل منها اشكال اللي هي زي الودات زي كده. لو مش هنعمل منها ودات ممكن ان احنا بقى نجيب ازاز زي كده، ازازه شامبو مش هتترمي. بنقوم بقى دهنينها كده، هي دي يعني الفكره. بنقص الشكل اللي احنا عايزينه. دهنها ايه؟ غيره؟ دي غيره مخففه بميه بنسبه 1:2. يعني لو معلقه غيره يبقى معلقتين ميه. تمام. وبعدين بنلزق كده اهو. هي دي بس الفكره، يعني هي مش محتاجه كده فكره اكتر من كده. دي فكرتها في عجينه الورق. بعد ما هتنشف بدهنها اللون الابيض. كمل لنا زيها لنا كلها كده عشان نشوف شكلها النهائي هيبقى عامل ايه. بعد ما هتنشف بقوم انا دهنها باللون اللي هو دهان الحوائط. اللي هو البلاستيك اللي المط. بعد كده بقى بقوم حاطه الالوان اللي انا ممكن ان انا الونها بيها. احط الوردات اعمل لها ديكوباج، اللي هو الديكوباج طبعا فن الديكوباج ده معروف، لان كانت لو فن فرنسي كانوا زمان بيدهنوا الحوائط بتاعتهم. بيعلموه في المدارس ده زمان. الحوائط بتاعتهم في الاعياد كانوا بيقطعوا ورق وصور وحاجات كده ويلزقوها. فاحنا خدنا طبعا الفن وطورناه. طبعا انت عارف العرب يعني. طبعا. والستات العربيات يعني برضو شاطرين. هي بقوم انا واخده ما فيهوش يعني مش بسيمتريه، احنا بناخد حته بنحطها ونلزقها خلاص تتعمل عجينه. وممكن يتعمل بورق بقى كراريس، ورق مجلات، ورق جرايد. يعني اي حاجه الماتيريال بتاعها كان اصله ورق نقدر نستخدمه، سواء مناديل ورق على بلاستيك، ورق على كرتون، ورق على ازاز. فيعني كله بيدي نتيجه حلوه جدا وبيدي متانه، يعني الغيره بتدي متانه كانها زي كده زي الخشب. كان انت شايف ماسك الحاجه في ايدك خشب. انا بعد ما اخلص دي في ازازه تاني هناك هي عاملاها. ما هي دي بقى اللي هيبقى عليها الشغل دلوقتي. بعد ما هنخلص دي اهي هي كده خلصت عامه يعني. كانت لفت كلها بالورق وعجنت الورق. بعد كده بقوم دهنها تنشف خالص واقوم دهنها بلون الحوائط اللي هو لون البلاستيك. بعد ما ادهنها بلون البلاستيك هي خلاص كده نشفت. وانا كمان كرمشت الشكل. انت كرمشاها. انا كرمشها المناديل عشان لما انا هدهنها وراها الخريطه. انا معايا لونين، اللون الذهبي واللون النحاسي. دي هتعمليها زي اول ازازه هناك؟ شبه دي يعني حاجه شبه يعني تقريبا كده يعني قريبه من استاذ انتصار. الموضوع ده عندك انت بتحبيه من زمان متخصصه فيه؟ هوايه. لا هوايه مش دراسه، عشان حد كتير سالني انا مش باخد بقى بقوم عامل كده، يعني مش بقى مش عايزه ادهن. احنا بناخد اشكال كده اللي هي راندوم يعني بعشوائيه شويه. ليه بقى؟ عشان انا عايزه الزق عليها الورق الديكوباج ده بدل ما ارسم حاجه بايدي. وانا برسم بس لا انا عايزه اعمل حاجه كده طبيعي، يعني ورق الديكوباج غالي جدا واماكنه ما دايما بنحتار لما بنلاقيه. فانا بقوم جايبه مناديل الورق بتاع اعياد الميلاد زي دي كده بمقص صغير افرغ الوردات اللي فيها. بعد كده بقى باخد الوردات اللي انا عاملاها فرشه تانية عشان دي خلاص مكانها الوان بقى. بدل هنا كده دي الماده لازقه؟ ده الغيره. الغيره الغيره اللي انا استخدمتها وممكن استخدمها بالورنيش. وهنلزق بقى الورد نلزق الورده. دي بقى ممكن تتعمل عموما يعني شغل العجينه دي، عجينه الورق، عجينه القماشه نفس الفكره. عجينه القماش نفس الفكره بالظبط. ان احنا برضو بنوزع الورد بقى على حسب يعني على حسب الديزاين اللي احنا شايفينه يعني مناسب. بس كده وكده تبقى خلصت. بعد كده ما تنشف نعملها بقى
بورنيش، نعملها بورنيش برضو تطشات كده ذهبي فاتح. عايزه دهن تهني يعني، كده؟ دهن بورنيش طبعا. وفي ناس بيبقوا عشان عايزين، تاخد شوية طبقة لمعة برضو كمان. هو انا اخترت العمل اللي هو يبقى سريع ده عشان ما ياخدش وقت في البرنامج. طبعا حاجة حلوة كمان، احنا بنقدم فكرة بس للناس بعد يتبقى. ما هتخلص خالص بجيب حبل كده عندي متوفر من اي حاجة، بقوم جاي هنا كده دي تحفة فنية يعني، تتحط كده شكلها حلو في المطبخ مثلا، في اي حاجه بقى، على على تلاجة، على ترابيزة سفرة أو على دي حاجه هي مش هتبان جمالها كمان غير لما تتورنش. ده. عشان احنا بنديها هناك في خلاص، دي بتورنشها مش كده؟ دي متورنش، ما عرضناهاش. خلي دي دي معموله معرضناها دي بهوا، معرضناها، بس حطيها قدام الكاميرا كده اهي، هنا قدام الكاميرا دي. دي معموله بقى بالورنيش الزجاجي ده عشان في عندنا نقطة اللمعة كمان ما اتكلمناش تتغسل. فيها، تتغسل ده ممكن، أستاذة انتصار قالت لي إن دي عاملاها بقشر بيض، وده بقشر بيض يعني، برضو قشر البيض مش هنرميه يعني كسرت قشر البيض ولزقته، صح كده؟ طبعا. عملت انا كمان الرسمة ديت رسمة كده تركي. تمام. واللي هي الصور اللي تحت دي كل واحدة لوحدها حكاية يعني، لها حكاية برضو. ايه بقى حكايتها؟ انا هي صورة لا يعني خلينا نتكلم، احنا بنتكلم على دي حكايتها. ايه اللي خلاك يجي في دماغك قشر البيض وتعملي منه الحاجات دي؟ والله قشر البيض لوحده من غير حاجة، اللي هو القشر الأبيض ده بيغريك إنك تعمل أي حاجة. بصراحة لما بيتكسر ويترص جنب بعضه ويتحط كده، صحيح الفكرة جات لي طول من البال. الفكرة جات لي من اللي هم بيعملوا الأرضية بكسر الرخام أو كسر البلاط. قلت هعمل أنا نفس الفكرة بس بقشر البيض. فعاملة دي كده، والله وعاملة حاجة علب حلوة كتير تحفة. منها، وعاملة حاجات كتير منها، وعاملة براويز منها برضو، دكرات حلوة منها. طب قولي لي ايه افكار تاني بتعمليها للهاند ميد عاملة وبتاع اللي هي التدوير؟ الإكسسوارات صورتها أنا قبل كده هنا، وعاملة رسوم برسم. الاكسسوارات اللي هي عاملاها بإعادة تدوير برضو من حاجات تانية؟ هي في حاجات اعاده تدوير، عملت اعاده تدوير الاشرفات القديمه بتاعت بنتي. عملت لها اللي هي بقى جديده خالص، ودخلت فيها الاكسسوارات جديده، حاجه تانية خالص يعني. والملابس القديمه اللي هي الجينز طلعت منها اكسسوارات عقود، وطلعت منها اكسسوارات شنط، وطلعت منها علقات البنطلون تتعلق، القديم كان هاتريو. بنطلون قديم عملت منه علقات تتعلق في المطبخ، في النيش، في اي حته يعني، باشكال مختلفه. فمش سايبه حاجه، كله برافو شغال، عليكي والله يا استاذ انتصار، انت مثال كله مهم شغال يعني. ان احنا ناخد بالنا انه بجد ما نتخلصش من الحاجات اللي لا عندنا لان احنا محتاجينها. بتنفع. صحيح. طيب انت قلت لي ان انت يعني مع احفادك واكيد قبليها مع اولادك كنت بتقعدوا تعملوا اعاده تدوير، صح؟ اكيد. احساسك ايه وانت واحساس احفادك ايه وهم قاعدين معاكي بيستفيدوا بوقتهم وبيستثمروا هي وقتهم في كانت اللي بنت بعدهم؟ عندها مشروع في مدرستها وهي في تالتة إعدادي، فكرة منين يعني هعمله ازاي؟ جبت منظر طبيعي الشكل بس عملته بقى مجسم يعني، أنا خدت المنظر الطبيعي عملته مجسم. فالحمد عملتيه بإيه لله بقى؟ يعني إيه الأدوات اللي يعني استخدمت بمشابك إيه؟ غسيل، بخشب أنت ما مقطع، خليتيش حاجة في الخشب الاختصار ما الإشارة اللي استخدمتهاش. هو الخشب الرقيق ده قصقصته بالمقص وعملته، البحر عملته بالشمع ولونه أزرق. فالورد برضو خدنا ورد بلاستيك اللي هو الطبيعي اللي هو ده، وخدت عليه الجايزه وفضل في المعرض في المدرسه لغايه دلوقتي. طبعا ده اكيد تحفه فنيه يعني. طبعا شكله حلو جدا. طيب فكره استغلال الوقت خصوصا مع اطفال صغيرين، بتعلميهم يعني حاجه بتخليهم يشغلوا وقتهم، بتخليهم يعملوا حاجه مفيده يستفيدوا منها وما تضيعوش وقتهم في كلام فاضي؟ لا هما حتى اتعلموا ان هما لما بيبقوا ورقه، اي ورقه يقول لي خدي الورقه دي تستغلها، مشبك خدي المشبك هنعمله، اي حاجه يعني. فلا هما ما بيقولوش حاجه وما بيضيعوش حاجه يعني، لازم يبقوا عارفين ان هنعمل بقى حاجه جماليه. طيب ايه تاني حسيت ان انت من الحاجات اللي عملتيها ومبسوطه بيها قوي؟ يعني عملت ساعدت بنتك في المشروع
عملت تيجان عرايس والجيب بتاع العروسه، عملت حاجات كتير بقى العرايس وحاجات للنيش وحاجات، يعني في حاجه بتعمليها اعاده تدوير وفي حاجه بتعمليها، عملت فوانيس بالنحاس لرمضان كله اعاده تدوير وكله خامات جديده بشتريها وبصنعها. طيب احنا خلينا نرجع تاني للازازه اللي احنا عملناها بالعجينه دي. احنا في حاجات كمان تاني صح معروضه معانا تحت، الحاجات دي دي معموله اكتر يعني بعجينه قماش وعجينه الحوائط مشكلاها. طيب احنا يعني اللي هي عليها انا هفلك عليهم واحده واحده وهعلق لنا عليهم، بس خلينا نعرضهم. ودي معموله بالقهوه بالبن. الله، اسمها واحده واحده بتحكي لنا بقى ايه دي. قلت لك ده منظر طبيعي واحده ماشيه فيه قصه صح. هنعرف قصتكم دلوقتي منك واحده واحده كده. خلينا نبتدي باول واحده كده، يعني نقرب منها شويه ونشوف دي ايه بقى. خلينا في دي مثلا، دي ديت معموله، عارف معجون الحوائط اللي بيملوا فيه فراغات في الحوائط. ورسم انا الرسمه دي يعني دهناها كلها كده معجون حوائط. بعد كده بقى حجر رفيعه شكلت انا الاشجار وشكلت انا المربعات اللي حوالين الصوره، ورسمت الصوره بايدي وحطيتها برده معجون الحوائط. ده انت كل ده لسه ملونتيش بعد كده؟ لا ملونتش، جبت بقى البن وخففته بغيره، اداني اللون اللي هو الاصفر الفاتح اللي دهنت بيه. بعد كده خدته اغمق بقى، اغمق في اغمق، عملت الشجر وعملت البنوته اللي ماشيه. بجد تسلم ايديكي، دي حاجه يعني ما تجيش في دماغ حد. طب نشوف الصوره اللي بعديها. دي بقى صينيه. دي صينيه وكانت عندي ايدها اتكسرت، فروحت انا جايبه حاجه كده كرتون ولفيت عليها عجينه قماش اللي هو الداير كله، وعملت عليها كلها قماشه كده من فوق لتحت. بعد كده جبت مجسم كده، اي مجسم اي حاجه، يعني دي كانت زمان صنايع، كانت صنايع دلوقتي بقى تابلو تحفه، بقى التابلو جميل. والبروز اللي فيها وعلو البنت وعلو الشجر والقمر والحاجات بتاعتي المنظر. فعملت برده كله بعجينه قماش ولونته برده نفس الكلام، بس مش ببن بقى، بألوان عاديه. تمام. طيب خلينا نشوف اللي بعديها. فعلا ورا كل حاجه حكايه، ورا كل دي معموله بقشر الفستق، ودي صوره انا عملت من الصوره ديت اربع صور وحطيتهم فوق مستويات فوق بعض. ده بقى الديكوباج البارز، مش اللي هو املى ازاي كده اللي في الازازه، لا ده بارز عطياله بروز والفستق اللي حواليه، يعني عطي منظر كده يعني حاجه تغيير يعني. بالظبط شكله حلو قوي، ومعموله على كرتونه بتاعت نتيجه اللي هي بتاع السنه دي. تمام. انت كل حاجه خدتيها وعرفتي توظفيها صح. طيب الحاجه دي بقى بصراحه روعه قوي، ورد بقى دي ورد ورده، وده معجون حوائط وعجينه قماش وعجينه ورق فيها. يا دي انت كنت متخيلها كده ولا انت شفتي حاجه قلت انا هعمل زيها كده؟ لا هو انا كنت هعملها حاجه ثانيه خالص. فلما لقيت الشكل ده طلع قلت هسيبه هو كده حلو، مش هغير فيه. بس يعني دي فوقها كده عجينه قماش نازله هيك كان ده شباك، ودي فازه كده في الشباك، دي كانها حيطه، ده برده مجسم برده بال وفازه. لا بجد شكلها تحفه قوي، يعني قطعه جماليه تتحط تتعلق في اي مكان، وكل مدهون بورنيش زوجي يعني يتغسل ويتعمل وخلاص يعني. طيب لسه في كمان معانا. دي برده بعجينه قماش، والبن اللي تحت اللي فيها ده بذر خروب. بذر خروب. عملت بالقماش الوردات، والوردات برضو الورق بتاع اللوحه. انا بذلك حضرتك يا استاذه انتصار اكتر واحده في الدنيا تتضايق لو حد كان حاجه ورق. فكره ان احنا نشارك الاطفال الصغيرين معانا، ما هي ديت الفكره بقى. ان انا ازاي اخلي الطفل حفيد عنده 3 سنين يعرف ان ده مش نرميها، دي ممكن نستخدمها، ياكل الايس كريم ويرميه، يديني العصايه بتاعته ونعمل بقى حاجه. صحيح. فهم بقى اتعلموا الايس كريم ومشابك الغسيل كل الحاجات دي. عارفين ان المشغل يدخله مفيش مساس بحاجه. حضرتك عامله مشغل. عامله اوضه كده مشغل لشغلي بس. حضرتك بقالك قد ايه مستهويكي الموضوع وبتعمليه؟ من زمان قوي؟ طول عمري من وانا صغيره. من وانت صغيره حابه الموضوع؟ ما هي بص احتياجك للشيء بيخليك تطلع منه حاجه. طب انا محتاجه حاجه اشتريها منين او اجيبها منين؟ طب ما اصنعها انا. صحيح. فبعملها. طيب وخصوصا احنا كنا في المنصوره، فما فيش هناك الدنيا ما كانتش مفتوحه قوي زي دلوقتي. زمان لو تفتكري في المدرسه كانت في حصص التربيه الفنيه دي، كانوا بيعلمونا فيها حاجات كتير صح؟ بتهيألي انتوا يعني
يمكن كان عندكم الحاجات دي بزيادة شوية لا انا كنت دايما في الاشغال اليدويه اللي هي كروشيه وحاجات من دي في المدرسه. متميزة كنت فيهم. كنا على طول يعني ما كانش في اعاده تدوير الحاجات دي، كان بس الكروشيه، تشتغلوا كروشيه تطلعوا حاجات الديكوباج ده منها. كان برضه لا لا بيتعمل، ما كانش ما كانش الديكوباج ده بقى بعد كده. مراحل متقدمة. انتشر بعد كده. فاكرة زمان كمان المكرمية ايوه ما والشغل احنا المكرمية ده؟ اشتغلناها. كانت زمان كنا بنحط فيها التليفون، طبعا الأجيال الجديدة ما تعرفش ايه التليفون لا اللي لا بيتحط في جوه عرفوش، المكرمية لا ما فيش الكلام دلوقتي. والبونبونيرة اللي كلنا اتربينا عليها دي وتعلمنا ازاي نعملها، كنا بنعملها عاملة مع بتاعت ماما الفود زمان. عندي هناك، بس عاملاها بالورق، دلوقتي عاملة خلاص بقينا بتاعة كبيرة كده وعلقة كبيرة وبالورق ومشكلها برضو بس بالورق. طيب تقولي ايه للناس اللي عندها وقت فراغ وعايزين نشجعهم شويه يستغلوا وقت فراغهم؟ ادخلوا المطبخ، ماشي صح، بس بصوا على المطبخ ازاز الفترة، نقوا اي حاجه هتترمي. ازاز الزيت، ازاز الشامبو، الحاجات اللي زي دي خلي بالك دي حاجات هترميها ببلاش يعني، وحاجات ازازه هتترمي. مديلية، ازازه من حاجات في المطبخ. اشرب بيض، ما ترموش في المطبخ برضه. صح، هو الفكره كمان في انه حاجه لو انا ما نجحتش معايا انا كنت هتخلص منها هترميها كده كده هترميها، بس هتعلم طب انا فيها. عامله من ازاز من علب الكنز بوترهات وبصمات وحاجات يعني جميله جدا، الله الله وانابيب عليك، الصبغه بتاع الشعر لا انت برضه. هتنورينا تاني يا استاذه انتصار، ان شاء الله وفرجينا على شغل تاني وتعلمينا حاجات تانية اكتر ان من شاء الله. حاجات تدوير المخلفات دي. شكرا ليكي استاذه انتصار العهداوي مصممه المشغولات اليدويه، شكرا لكم جميعا، استمتعنا جدا بالشغل بتاع حضرتك على قد بساطته، على قد ما فيه حرفيه عاليه قوي، على قد ما فيه شغل رفيع جدا. شكرا ليكي، تنورينا دايما في حلقاتنا على مع خير. التقديم الجميل ده والكلام الجميل والاسئله الحلوه دي، ربنا يخليكي. شكرا شكرا ليك يا استاذ انتصار، شكرا لكل الساده المشاهدين. خلصت حلقتنا ويا رب